إن شاء الله في الفيديو ده عايزين نكمل أنيميشن عن طريق برنامج الفلاش. زي كل مرة هنختار أكشن سكريبت 3، كرييت نيو أكشن سكريبت 3. طيب، خدنا قبل كده علشان أعمل أنيميشن في برنامج الفلاش في عندي طريقتين. ممكن أعمل أنيميشن عن طريق التايم لاين اللي تحت ده، أو ممكن أعمل أنيميشن عن طريق كود أكشن سكريبت. طيب، وبدأنا في الأنيميشن عن طريق التايم لاين، وقلنا علشان أعمل أنيميشن عن طريق التايم لاين في عندي طريقتين، وفي عندي حاجتين. أول حاجة أو أول طريقة حاجة اسمها الفريم باي فريم، فريم باي فريم أنيميشن. تاني طريقة اللي هي توينينج. طيب، واتفقنا في الفريم باي فريم أنيميشن علشان أعمل أنيميشن عن طريق الفريم باي فريم. قال لك علشان أرسم أوبجكت من نقطة A للنقطة B، أو علشان أحرك أوبجكت من نقطة A للنقطة B، لازم أرسم كل الحركات من النقطة A للنقطة B. لازم أروح لكل فريم، لازم أروح لكل صورة وأرسمها بإيدي، أروح لكل صورة وأرسمها بإيدي. طيب، تمام، ده الفريم باي فريم. تاني نوع اللي هو التويننج. التويننج قال لك علشان أعمل تويننج علشان أحرك أوبجكت من نقطة A للنقطة B. أحركه إزاي؟ قال لك هرسم المكان الأول للأوبجكت اللي هو في النقطة A، وارسم المكان الأخير للأوبجكت اللي هو في النقطة B. طيب، الحركات اللي ما بينهم، الحركات اللي في النص، قال لك البرنامج هو بيكملها لوحده. ده التوينينج. طيب، التوينينج ده في منه أنواع. أول نوع اللي هو الشيب توين اللي أخدناه آخر مرة. قلت علشان أطبق الشيب توين ده لازم عندي شروط. أول شرط لازم يكون عندي 2 كي فريم. الاتنين كي فريم، طيب كي فريم معناه صورة، أو معناها صورة فيها رسم. طيب، هحط فيها ايه؟ قال لك لازم الحاجه او الرسمه اللي هتتحط فيها، اللي هتتحط في الكي فريم، لازم تكون عباره عن شيب. طيب، يبقى اول شرط علشان انفذ الشيب توين لازم يكون عندي 2 كي فريم. الكي فريمز دي جواهم اشكال، جواهم شيبس، مش حاجه تانية. طيب، تمام. ايه تاني نوع من التوينج؟ قال لك تاني نوع اللي هناخده النهارده ان شاء الله اللي هو الكلاسيك توين. طيب، كلاسيك توين، ايه هي الشروط علشان اطبق، ايه هي الشروط علشان اطبق الكلاسيك توين؟ اول شرط لازم يكون عندي 2 كي فريم، ستارت كي فريم والاند كي فريم. تاني شرط لازم يكون الكي فريم دي، طالما كي فريم يبقى جواهم رسومات، فريم جواه رسم. طيب، الرسومات دي عبارة عن ايه؟ هل عبارة عن شيبس، ولا عبارة عن تكست، ولا عبارة عن بيت ماب، ولا عبارة عن ايه بالظبط؟ قال لك لا، الكي فريم دول يحتوي على حاجة اسمها سيمبلز. طيب، هنعرف يعني ايه سيمبلز دلوقتي. طيب، ايه هو تالت شرط؟ قال لك تالت شرط لازم السيمبلز، لازم الكي فريم دول يحتوي على نسخة من نفس السيمبلز، مش من سيمبل مختلف، لازم يحتوي على نسخة من نفس الاوبجكت، مش من اوبجكت مختلف. طيب، ده تالت شرط. قال لك رابع شرط، قال لك هو اوبجكت واحد بس، هو سيمبل واحد بس اللي بعمل له توين في نفس الوقت في سنجل لاير. طيب، يبقى الشروط بتاعتي علشان اطبق الكلاسيك توين لازم يكون عندي ستارت واند كي فريم، لازم يكون عندي 2 كي فريم. يعني طيب، كل كي فريم في ايه؟ كل كي فريم في نسخة من سيمبلز. تالت شرط اللي هو نسخة من نفس السيمبلز، يبقى سيمبلز والنسخة من نفس السيمبلز، مش من اوبجكت مختلف، مش من سيمبل مختلف. رابع حاجة قال لك هو اوبجكت واحد بس اللي بعمل له انيميشن في نفس الوقت في سنجل لاير. طيب، افرض انا عايز اعمل اكتر من انيميشن في نفس الوقت، قال لك هعمل كل انيميشن في لاير مختلفة، مش في لاير واحدة بس. طيب، عايزين بقى نشوف الكلام ده عملي علشان نفهم اكتر. طيب، في البدايه كده قلت علشان اطبق الكلاسيك توين لازم يكون عباره عن، لازم يكون عندي حاجه اسمها سيمبلز. طيب، ايه السيمبلز ده وازاي بكريته؟ قال لك السيمبلز ده ببساطه خالص عباره عن ريوزابل اوبجكت، يعني عباره عن شكل او عباره عن اوبجكت ممكن استخدمه اكتر من مره. طيب، قال لك انا بحفظه فين؟ طيب، قال لك طالما هستخدمه اكتر من مره يبقى معنى كده اني بسيفه في مكان. طيب، هسيفه فين؟ قال لك بسيفه في اللايبراري، او هو لما انا بكريته هو بيتحط لوحده في اللايبراري، ممكن استخدمه اكتر من مره. طيب، ازاي بكريت اصلا السيمبلز؟ بعمله ازاي؟ قال لك في اكتر من طريقه. اسهل طريقه ان اكريت الشكل بتاعي، اكريت الاوبجكت بتاعي، وبعد كده احوله لسيمبلز. طيب، فهنجيب اي شكل وليكن اوفال. هرجع للبروبرتيز تاني، هختار الاعدادات بتاعتي دي اللي هي الستروك والفيل، وابدا ارسم الاوفال زي كده. طيب، الاوفال ده لو انا جبت السيلكشن
دبل كليك على الاوفال هلاقي هنا نو شيب. طيب انا عايز احوله لسيمبل، هحوله ازاي؟ قال لك ممكن عن طريق كليك يمين واقول له كونفرت تو سيمبل، او من قائمه موديفاي اقول له كونفرت تو سيمبل او اختصارها اف 8. تمام. طيب يبقى هختار كونفرت تو سيمبلز، هيطلع لي شاشه زي كده يقول لي اسم السيمبل ايه ونوع السيمبل ايه. فانا هقول له اسم السيمبل وليكن اوفال، نوع السيمبل في عندي كذا نوع من السيمبل، في موفي كليب، حاجه اسمها موفي كليب، حاجه اسمها باتون، حاجه اسمها جرافيك. احنا هنتعامل النهارده مع جرافيك والباتون والموفي كليب هنتعامل معاهم بعدين. يبقى النهارده هنتعامل مع جرافيك، هختار الجرافيك. بعد كده بيقول لك ريجستريشن، ريجستريشن بوينت، بيقول لك ايه هي نقطه الصفر والصفر بتاعت الاوبجكت بتاعت السيمبلز ده. انا هسيبها زي ما هي في الابر ليفت كورنر زي كده. طيب بعد كده انا قلت السيمبلز بيتحط في اللايبراري، فهو بيقول لك الفولدر هيتحط فين في اللايبراري، على طول في اللايبراري كده ولا هتعمل فولدر وتحط السيمبلز ده جواه؟ لا انا هسيبه في الروت على طول، يتحط في اللايبراري على طول. واقول له اوكي. طيب لما قلت له اوكي هتلاقي هنا لما اضغط على الشكل كده هتلاقي بيقول لك هنا نوع الشكل جرافيك، او نوع الاوبجكت ده جرافيك، والشكل ده اللي هو مثلث ومربع ودايره. بيقول لك انستانس اوف اوفال، نسخه من السيمبلز اللي اسمها اوفال دي. طيب يعني معنى كده ان انا لو رحت للايبراري هلاقي في حاجه هنا اسمها اوفال؟ اه هتلاقي في حاجه هنا اسمها اوفال. تمام. طيب انا قلت السيمبلز ده انا ممكن استخدمه اكتر من مره، ريوزابل اوبجكت. طيب هستخدمه ازاي اكتر من مره؟ قال لك زي كده، هت دراج ودروب، هتسحبه من اللايبراري وتحطه على الستيج عادي خالص. طيب قال لك انا هستفاد ايه من الكلام ده؟ قال لك انا كريت انستانس من سيمبلز، فمعنى كده ان الانستانس دي بيتبعوا السيمبلز الرئيسي. فلو انا غيرت في حاجه في السيمبلز الرئيسي، كل الانستانس التابعين للاوفال ده او كل الانستانس التابعين للسيمبلز الرئيسي هيتغيروا معايا. طيب ازاي اعدل على السيمبلز الرئيسي؟ ازاي اعدل على الماستر سيمبلز؟ قال لك ممكن عن طريق كليك يمين واقول له اديت، اروح للايبراري وكليك يمين على الاوفال واقول له اديت، او على اي سيمبل فيهم دبل كليك، على اي انستانس فيهم دبل كليك. طيب لما اقول له دبل كليك هلاقيه دخلني جوه الاديت بتاع الاوفال. تمام، هيدخلني جوه الاديت بتاع الاوفال. طيب هعدل عليه ازاي؟ انا عملت له سيلكت، هرجع تاني للبروبرتيز واغير مثلا وليكن الفيل اخليه باللون الازرق. لما انا بغير الفيل باللون الازرق هلاقي كل الانستانس اللي من نفس النوع اللي من نفس السيمبلز بيتغيروا معايا. تمام، هرجع تاني للسين واحد هلاقي كل الانستانس بيتغيروا معايا. طيب تمام، ده بالنسبه للجرافيك. طيب احنا بنستخدم الجرافيك ليه؟ قلنا بنستخدم الجرافيك علشان اطبق الكلاسيك توين. طيب هحذف الكلام ده واسيب انستانس واحد بس احطه هنا. طيب نرجع تاني لموضوعنا الرئيسي اللي هو الكلاسيك توين. اتفقنا علشان اكريت الكلاسيك توين لازم يكون عندي 2 كي فريم، كل كي فريم فيه سيمبلز. طيب فانا عندي الكي فريم الاول فيه سيمبلز من نوع اوفال، يبقى لازم اكريت الكي فريم التاني فيه سيمبلز من نوع اوفال برضو. فهروح الفريم رقم 20 واقول له اف 6 علشان يكريت لي كي فريم في نفس الشكل ده، يعني في انستانس من اوفر. طيب تمام، يبقى انا كريت الفريم الاول في سيمبلز وكريت الفريم الثاني في سيمبلز. طيب انا بعمل ايه بقى بالكلاسيك توين؟ قال لك انا ممكن اعمل اكتر من حاجه، ممكن احرك الشكل من مكان لمكان. يعني ايه؟ يعني ممكن ادي الشكل الاول بتاعي واروح للكي فريم الثاني احركه مثلا هنا، ادي الكي فريم الاول وادي الكي فريم الثاني. طيب ازاي بقى اطبق الكلاسيك توين؟ قال لك ببساطه خالص، كليك يمين ما بين الاثنين كي فريم واقول له كرييت كلاسيك توين. لما اقول له كرييت كلاسيك توين هيعمل لي سهم كده الباك جراوند بتاعته باللون الازرق زي كده. تمام، لو انا عملت كنترول وانتر الشكل بيتحرك من نقطة A لنقطة B. أنا رسمت بس الشكل أو حطيت الشكل في النقطة A وحطيت الشكل في النقطة B، والبرنامج هو اللي رسم الحركات اللي ما بين A و B. قال لك أنا ممكن أستخدم الكلاسيك توين علشان أعمل حاجة تانية. حاجة تانية زي إيه؟ علشان أغير مثلا لون الأوبجكت من لون لأي لون تاني. طيب هنعملها إزاي؟ هعمل هايد لللاير دي وأعمل لاير تانية، اروح للفريم رقم واحد عايز اعمل سيمبلز
نعملها بالطريقة التانية. أنا ممكن عن طريق قائمة insert أقول له a new symbol، اختصارها control F8، هيقول لي اسم السيمبل ايه، هقول له وليكن ريكت، هيقول لي نوعه ايه، هقول له جرافيك واقول له اوكي. طيب هيعمل لي شاشة بيضة، هبدأ من خلالها ارسم السيمبل بتاعي، وليكن هرسم ريكتانجل. زي كده خلصت ريكتانجل، هرجع تاني للسين واحد، هرجع تاني للسين واحد. طيب فين الريكتانجل اللي انا رسمته؟ هلاقي موجود في اللايبراري بتاعتي حاجة اسمها ريكت. هبدأ استخدم الريكت ده، هعمل انستانس منه عن طريق دراج ودروب على الستيج. انا كده عملت الكي فريم الاول، هروح للفريم رقم 20 واعمل كي فريم التاني اللي فيه انستانس من نفس السيمبلز. عن طريق F6 هيعمل لي انستانس من نفس السيمبلز. طيب هرجع تاني لقائمة البروبرتيز. طيب انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اغير الشكل ده، عايز اغير لون الشكل ده من اللون الاحمر لاي لون تاني. طيب في الكي فريم الاول رسمت الشكل باللون الاحمر، هروح الفريم رقم 20 واغير اللون بتاعي، وبعد كده اعمل كلاسيك توين. طيب ازاي اغير لون انستانس معين؟ قال لك لو انا ضغطت على الانستانس ده دبل كليك زي كده، وبدات اغير في اللون بتاعه، عملت سيلكت جوه زي كده وبدات اغير في الفيل بتاعه، فانا لما انا بعمل كليك يمين او لما انا بعمل دبل كليك على انستانس وابدا اغير في اللون بتاعه، كل الانستانس اللي من نفس السيمبلز هيتغيروا معايا. طيب يبقى انا غيرت اللون الاخضر، لو انا رجعت تاني للسين واحد ادي الفريم رقم 20، لو انا رحت للكي فريم الاول هلاقي الانستانس اللي من نفس السيمبلز اللون بتاعه بقى اخضر معايا. طيب هعمل كنترول وزد، هرجع تاني. طيب ازاي بقى احل المشكله دي؟ ازاي اغير لون انستانس عندي من غير ما اثر على باقي الانستانس؟ عشان تعمل كده قال لك هعمل سيلكت للانستانس بتاعي واروح لقائمه البروبرتيز، هلاقي فيها هنا حاجه اسمها كلر افكت. طيب الكلر افكت هختار منها حاجه اسمها تنت. طيب لما تختار التنت هيقول لك هنا نسبه الريد قد ايه، نسبه الجرين قد ايه، نسبه البلو قد ايه، وتغير اللون بتاعك. طيب انا هسيب مثلا اللون الاصفر ده. يبقى بالطريقه دي لما بعمل كليك على الانستنس بتاعي من كلر افكت واختار النسب بتاعتي، هغير لون الانستنس من غير ما اثر على باقي الانستنس. يعني لو انا رحت الفريم رقم واحد هلاقي الفريم رقم واحد في نفس اللون عادي. طيب ازاي بقى اعمل كلاسيك توين؟ كليك يمين ما بينهم واقول له كرييت كلاسيك توين زي كده. لو انا عملت كنترول وانتر هلاقي الشكل بتاعي بيتغير من اللون الاحمر للون الاصفر. طبعا الشكل اللي تحت ده اللي كان في الليير رقم واحد اللي انا عامل لها هايد. طيب انا ممكن استخدم كلاسيك توين علشان اعمل حاجة تانية زي ايه؟ علشان اعمل ترانسفورميشن للشكل. طيب ازاي؟ هعمل هايد لللير دي واعمل لير تانية زي كده، وابدا اكريت سيمبلز او اعمل انستانس من السيمبلز اللي عندي. اروح اللايبراري واعمل انستانس من الاوفر ده، اسحبه زي كده احطه على الستيج وارجع تاني للبروبرتيز. طيب يبقى انا كده عملت كي فريم رقم واحد حطيت فيه الشكل ده. طيب انا ممكن اجيب لي ترانسفورميشن وابدا اكبر الشكل ده زي كده. ادي الكي فريم الاول. طيب ممكن اروح للكي فريم رقم 20 واقول له F6 علشان يعمل لي انستانس من نفس السيمبل، وابدا اصغر الشكل زي كده. همسك زرار الشيفت وابدا اصغر الشكل. ممكن اعمل زوم كنترول وزائد وابدا اصغر الشكل اكتر زي كده. هعمل زوم او التاني او اقول له شو فريم. يبقى ادي الفريم رقم واحد او الكي فريم الاول، وادي الكي فريم رقم 20. طيب لو انا بقى عملت كليك يمين ما بينهم قلت له كرييت كلاسيك توين ومشيت الهيد زي كده، هلاقي الشكل بيظهر معايا بالشكل ده. انا عملت كنترول وانتر تمام. او ممكن اعمل حاجه تانية زي كده، هعمل هايد لللير دي
واعمل لاير تانية، ممكن اعمل تكست اكتب مثلا ادوبي، بعد كده هعمل سيلكت للتكست ده ومن قائمة موديفاي هقول له convert to symbol، اسميه تكست جرافيك واقول له اوكي انا حولت التكست ده لسيمبل. طيب عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل هايد للشكل ده. طيب يبقى ادي الشكل، ادي الكي فريم رقم 1، هروح للكي فريم رقم 20 هعمل انستنس من نفس السيمبل، يبقى هعمل اف 6. طيب ازاي اخلي الشكل ده يختفي معايا في الفريم رقم 20، يعني يظهر ويبدأ يختفي؟ طيب هروح للفريم رقم 20 وهعمل سيلكت للشكل ده، قال لك ممكن من كلر افكت تختار حاجة هنا اسمها الالفا. طيب الالفا اللي هي الشفافية، هخلي الشفافية بتاعت الشكل ده هخليها صفر زي كده، وبعد كده كليك يمين في النص واقول له كرييت كلاسيك توين. لما اقول له كرييت كلاسيك توين وابدا امشي الهيد دي، هلاقي الشكل بتاعي بيختفي بتدرج كده، ما بيختفيش مرة واحدة زي كده.